السلام عليكم، معكم اختكم مريم في قناة قصص مع مريم. اللي كيخاف ولا اللي عنده القلب او الاطفال الصغار، نتمنى ما تفرجوش في الفيديو ونبداو على بركة الله. اليوم غنكملو القصة ديال قصتي مع الجن. كنا درنا الجزء الاول ديك المرة، هاد المرة غنديرو الجزء الثاني تكملة ديال قصتي مع الجن. لأول مرة غيشاهد القناة ما ينساش يدير جيم وتعليق وشي كومنتير زوين واشتراك باش نزيدو من هاد النوع ديال القصص اللي هي قصص ديال الرعب. المهم غادي نبداو القصة ديالنا. المهم اللي ما تفرجش في الجزء الأول راه ما غادي يفهم والو دابا، داكشي علاش كنتمنى ترجعوا تشوفوا الفيديو ديال الجزء الاول، عاد اجيو شوفوا الفيديو ديال الجزء الثاني، وانا غنحط لكم في الوصف الرابط ديال الجزء الاول. ونبداو على بركه الله. كما قلنا سابقا في الجزء الاول في اللقطه الاخيره باللي اشرف كان دخل الكراج وما دخلش من باب ديال الدار، هنا فين خليناها. ودابا غادي نكملوا القصه ديالنا. دخلت من الباب ديال الكراج، ما تصوروش شنو لقيت. لقيت باللي الحيوطه ديال الكراج كلهم مرسومين بشي وجوه، والله ما تقد تكمل فيهم الشوفه، ومرسومين بالفحم حيت الحيط بيض. انا في ديك اللحظه جاني واحد الخوف غريب، وليت داكشي اللي كنت كنقول باللي هما بحالنا بديت كننفيه، بديت كنحس باللي البحر كبير عليا. كنقول في نفسي الا بقيت هكا قدام تسطى. المهم طلعت في الدروج 120 كيلومتر في الساعه، فتحت الباب كنلقى خالتي اللي مضروبه والوالده جالسين كيفطروا، وهي تقول لي خالتي اهلا اشرف جيتي، كي جاك الرسم ديالي في الكراج زوين، حيت هي اصلا كانت في معهد ديال الفنون الجميله وكترسم مزيان. قلت لها ما عندي ما نسالك، كترسمي مزيان وتكمش في حالي في بيتي. الوالده كانت ما شافتش داكشي، حيت شفت ليها في وجهها الاستغراب كان باين عليها شويه. المهم دخلت لبيتي، بدلت عليا، شعلت البلاي باش نلعب شويه، ويدخل خالتي قالت لي دير داك اللعبه ديال ريزيدنس ايفيل حيت كتشوفني كنلعبها بزاف. قلت لا ناوي نلعب شويه ديال الكره. قالت لي لا دير هاديك، انا ما زدتش معاها في الهضره ودرتها وكنلعبها وانا خايف وهي كتضحك والملامح ديال وجهها مبدلين، كنحس بلي ماشي خالتي اللي جالسه حدايا. شويه وانا نسمع الصوت ديال الانترفون ارتاحيت شويه، فتحات الوالده الباب وكنسمع الكلام في الدروج، صوت خالي وشي واحد معاه. دخلوا علينا كنشوف خالي ومعاه واحد خينا عنده واحد اللحيه كبيره صابغه بالحنه ووجهه مهيب. هي شافته بدات كتقول قول لي هي خرج عليا، هذا لا هذا لا. ما تسوقوش ليها، قال لي ولدي انت خرج من البيت، وهو يدخل هو وخالي وسدوا الباب والشراج. مشى قاصدها كيقرا عليها القران وهي كتغوت، وواحد الصوت عندها والله ما نقد نوصفه لكم بحال داكشي ديال الافلام. المهم كيقرا في القران بالجد، وانا غير مونا الباب كنسمع وصافي. شويه كنسمع الصوت ديال الضرب بدا كيضربها بالصمته، وداك الصوت كيقول ليه انا غادي نخرج غير ما تضربش غير ما تضربنيش، كيقول ليه ويلا هي دابا، كيقول لي الاخر. وداك الشيخ كيعاود يعطيه وكيقرا عليه القران. المهم بدا كيصارعوا شي مده ديال ساعه هكاك، حتى كنسمعوا داك الجن كيقول صافي
تخرج ليها من السبعان ديال رجليها. داك الجن كي ناوي ديك الفقيه كيقول لي ياك عاود كيبقى عليه بالعصا والقرايه ديال القران حتى واحد اللحظه قال ليه كيقول لي داك الفقيه هي ماشي الغلط ديالها هي ما كتشوفكمش. المهم شويه داك الجن هداه الله وقال ليه انا دابا غادي نخرج بحالي واي واحد في هاد الدار دابا فيه الخلعه غادي ندخل فيه وماشي بالاراده ديالي. جا خالي خرج عندنا قال لي خرج نتايا وخوك الصغير على برا وخرجنا. دازت شي 15 دقيقه وانا كنشوف داك الشيخ وخالي هابطين من الدروج وكيضحكوا. انا فديك الساعه صافي حسيت بالفرحه. جا عندي قال لي ولدي نصحك بالصلاه من دابا للفوق باش ما يوقع لكش اللي وقع لخالتك وداك الشيء اللي كان. صافي طلعنا انا وخويا الصغير ولقيت خالتي ناعسه. دخلت انا توضيت وصليت والوالده كطيب الغدا. صليت الصبح والظهر والعصر كان يلا اذن. المهم انا شعلت التلفازه بديت كنتفرج في واحد الفيلم ويطنود خالتي قالت لي اشرف جيتي من المدرسه؟ قلت لها اه قبايله. قالت لي جيتي بكري ويديك الساعه كانت الربعه والصرف ومدات ما جابت. سحب لها يلا داز نهار. دخلت عند الوالده قالت ليها وجدتي الغدا ولا باقي؟ باقي شادني واحد الجوع غريب بحال اللي نقولوا ماشي هي اللي كانت كتاكل. صافي حسيت باللي خالتي هي اللي كتكلم معايا وما عندي حتى خوف من اتجاه ديالها حيت صافي داكشي اللي كان فيها مشى بحالو شويه وما يجيو خالاتي الاخرين. دخلوا لقاوها جالسه عادي. حسيت بهم فرحوا بداو كيتكلموا معاها بحال الا ما عمرها طرات شي حاجه. طبعا هي ما غتعقل على والو حيت الذكريات ديالها مشاو مع داك الجن وباقى ليومنا هذا حتى واحد ما قال لها باللي كنتي مسكونه. صافي الامور كلها دازت بخير وحتى واحد ما عاود جبد السيره ديال هاد الجنون حتى لواحد الصيف ديال 2013 واللي نقوله في هاد العام قلبي جمد على شي حاجه سميتها الجنون. المهم هنا غتكون النهايه ديال الجزء الثاني. تسناونا فيديو جديد وما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم هذا الفيديو باش كلشي يتفرج ويتخلع.